وطبعا خفيفة الظل. وهذا نموذج نادر لا يظهر إلا كل عشرات السنين. سمعت إن كان في اعتراض من سمير على اشتراكك في فيلم عالمي. فالمرشد بيقول اختيار دلال عبد العزيز لفيلم عالمي وسمير غانم يرفض. عرض على الفنانة دلال عبد العزيز فيلم استعراضي غنائي عالمي، ولكن سمير غانم رفض حتى مناقشة الموضوع. وتدور أحداث الفيلم على يخت فاخر يحمل 30 رجل وامرأة واحدة، وهي زوجة أحد الرجال. يتم تصوير الفيلم في البحر الكاريبي على مدى 6 أشهر كاملة. الله. رفض سمير غانم ابتعاد دلال عن البيت والأولاد هذه المدة، كما رفض فكرة الفيلم رفضا باتا، لأنه لا يقبل أن تكون زوجته مع 30 رجل حتى وإن كان تمثيل في تمثيل. هو سمير غانم مازال طبعا هو الرجل الشرقي طبعا. فإحنا عندنا الرجل الشرقي لا ما يقبلش أبدا أن مراته تروح، ولو إن في ثقة متبادلة بيني وبين سمير، وسمير ما بيتدخلش في الفن بالذات معايا بالشكل اللي هو يعني الزيادة عن اللزوم يعني. تمام. ساعات باخد رأيه وهو بيقول لي رأيه بشكل فني ظريف، لكن في ثقة. بس هو فعلا اعتقد ان ممكن سمير طبعا يرفض، ولو اني انا كفيلة بان انا لو طلعت الفيلم ده، لو هي فرصة حلوة انا ما سيبهاش، كفيلة بان انا هخلي ال 30 رجل دول يتعاملوا معايا نبقى 31 رجل. طب لو تقدم لك حد يخطب بنت من بناتك هيكون ردك لا؟ لا دلوقتي لا خالص، لان يعني دلوقتي هم اطفال لسه، مش هم طلعوا قانون دلوقتي ان الاطفال لغايه 18 وبعدين لغايه سنه، انا في رايي مش قبل ال 20 يعني 20 21، او على الاقل ما ياخدوا البكالوريوسات بتاعتهم او الليسانس بتاعهم. طب ده انا عندي مرشد هنا بيقول ان مليونير عربي يطلب يد ابنه سمير غانم ودلال عبد العزيز للزواج من ابنه. مليونير عربي شهير وهو في نفس الوقت صديق حميم للفنان سمير غانم وأسرته تقدم يطلب يد ابنة سمير الكبرى، هتبقى دنيا بقى، لكي يزوجها لابنه. دلال عبد العزيز فوجئت تماما بالطلب، أن العريس عمره 18 سنة والعروسة ما زالت طفلة. قال الأب أن هذا هو سن الزواج في بلدهم، فضلا عن أن الإسلام يحث على الزواج المبكر. قال سمير أن القانون في مصر لا يسمح، فقالت أسرة العريس أن القوانين في بلدهم تسمح بذلك، ثم أن الولد والبنت يرتبطان بقصة حب، وفي الأفضل أن يتم زواجهم علنا وبسرعة. سمير حائر ودلال عبد العزيز حائرة أكثر، وابنتهما موافقة. هل فعلا تم حاجة زي كده؟ لا 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 خالص، هو فعلا في يعني بعض الأصدقاء كلموا سمير على خطوبة لدنيا، بس سمير قبل مني رافض تماما، هي صغيرة دي طفلة لسه. وبعدين أنا يعني بقول دايما إن في شيء بالعقل، يعني دلوقتي بيمنعوا حتى البنت. أنا كنت سمعت في التلفزيون قريب حد بيقول، عجبتني الجملة يعني عجبني التعبير، بيقول لك إنهم بيمنعوا البنت دلوقتي أو الولد يقود السيارة قبل سن ال 18 تقريبا. فما بالك فما بالك باللي تقود اسره. فازاي يعني مش مأمنين انها تسوق عربيه فهتسوق اسره، فصعب جدا. احنا طبعا بنرفض تماما مهما كانت الفرص، لان كمان دنيا نفسها ما افتكرش ان هي مستعجله خالص على الجواز، ولا لسه ما عاشتش حتى قصه حب يعني. ايه ميولها دلوقتي يا دلوقتي؟ هي ميولها فنية خالص دنيا. هي في تانية ثانوي دلوقتي في الاي جي اللي هي الثانوية الانجليزي.
لكن غاوية غنى، صوتها ما شاء الله حلو قوي، ما شاء الله. وغاوية تمثيل، ودخلة إن شاء الله، مش عايزة أحرق، دخلة بطولة مسلسل، وفرصة حلوة كبيرة قوي مع الأستاذ المخرج العظيم طبعا الأستاذ محمد فاضل. الله، هو جالها قبل كده مخرجين كتير عرضوا عليها أدوار يعني، بس إحنا طبعا أنا وسمير أول ما الأستاذ فاضل لقينا دي، لأن دي الفرصة الحقيقية، لأنه مخرج بيعرف إزاي يطلع نجوم أو يبروز المواهب معايا. بيقولوا النبي قبل الهدية، تمام؟ لو جاء واحد مثلا معجب أو معجب بفنك طبعا، وقدم لك هدية، الى اي مدى هتقبل الهديه دي، او لازم الهديه دي تبقى شكلها ايه، او ايه قيمه اللي هتحطيها للهديه دي؟ هل مثلا في قيمه معينه ممكن تقبلي نوع من الهدايا معينه، ونوع من الهدايا ترفضيها؟ عشان انا عندي هنا خبر بيقول ان دلال عبد العزيز ترفض هديه قيمتها 3 مليون جنيه. موقف حرج جدا تعرضت له الفنانه دلال عبد العزيز، حيث كانت قد اقامت حفلا عائليا جميلا احتفلت فيه بعيد ميلادها، وحضر الحفل مجموعة من الأصدقاء الأنتيم للأسرة، ومع إطفاء الشموع أهدى لها أحد الأصدقاء علبة صغيرة اكتشفت بعد الحفل أن بها خاتم جميل. بعد أيام عرضت دلال الخاتم على أحد الجواهرجية المشهورين، الذي فاجأها بأن هذا الخاتم لا يقل ثمنه عن 30 مليون جنيه، وأن به فص نادر. فوجئت دلال عبد العزيز وتفكر في رد الخاتم، لا تقبل هدية بهذا الثمن 3 مليون جنيه. أنا هتكلم في أكتر من نقطة. أولا أنا من الأصل ما بعملش حفلات عيد ميلاد، ما بحتفلش خالص حقيقي، فدي أول حاجة. ثانيا ممكن يعني تبقى في أي مناسبة، يعني ممكن ساعات دنيا أو إيمي، إحنا كل سنة بنعمل حد فيهم عيد ميلاده يعني، متفقين على كده، بس ما بيبقاش فيه على فكرة يعني ناس كبار، بيبقى أصدقائهم هم يعني، صديقاتهم وأصدقائهم، وأنا وسمير طبعا بنبقى موجودين. الهدايا طبعا كتير، الواحد الفنان معرض إن هو في تعبير عن إعجابه، أو ست أو راجل بيقدموا هدايا، إنما أنا ما أعتقدش إن ممكن حد يديني هدية بالمبلغ ده، لأن مفيش ما يربطني بأي شخص إن هو يديني هدية بالقيمة دي أو بالمستوى ده. ولو ده حصل أنا طبعا هردها، لأني أنا برضو برد الهدايا يعني، أما أنت تجيب لي هدية بردها لك بعد كده في مناسبة ليك بشكل رمزي طبعا، يعني أكيد أنت هتجيب لي هدية رمزية وأنا برضو هرد لك هدية رمزية إن شاء الله واردة. فاللي جاب لي هدية بثلاثة مليون أنا مفيش ما يربطني بيه إن هو يديني هدية وأنا مش هقدر أردها له، فبالتالي هردها له بشكل طبعا، بس يعني يبقى كتر خيره برضو، ممكن يبقى يعني كل واحد بيقدم قيمته. فهي فأنا عشان مش هقبل طبعا طبعا هردها، لأن أنا لا هو ما حصلش طبعا. طب هل إنما في موقف مشابه حصل؟ لا خالص، لا ما حصلش يعني، كل ال 30,000 ولا 3,000. لا طبعا في حاجات صديقات ليا واصدقاء وكده ممكن يجيبوا لنا يعني هدايا، حاجات رمزيه زي ما بقول لك يعني، بسيط، انما لدرجه ال 3 مليون ده ما حصل، ولو حصل هرجعها. انت بتؤمني بارقام الحظ انت من النوع اللي انا بحب الابراج والحظ والفلك. هقول لك انت برج ايه؟ قربت انا انت تقريبا في اول برج سنة. القوس. لا الجدي. انت الجدي؟ ايوه الجدي، برج المشاهير كله. طبعا برج الجدي. طب البرج الطالع بتاعك انا وسمير غانم برضو جدي. طب برج الطالع بتاعك ايه؟ يعني ايه برج الطالع؟ اللي قبليه. لا قبليه واللي بعديه. لا برج الجدي ده انت فيكي كل الصفات العامه بتاعت برج الجدي. تمام. صفاتك الشخصيه بتحدد بالساعه اللي انت اتولدتي فيها.
ولدتي الساعه كام؟ بتلاقي نفسك انت برج الجدي مثلا وسمير برج الجدي. انما انت الساعه اللي اتولدتي فيها كل صفاتك الشخصيه مثلا عذراء. ايوه هو صفاته الشخصيه اسد مثلا. فتلاقيكم صفاتكم مش العامه واحده مشتركه. انما كل واحد له صفات شخصيه حسب البرج الطالع بتاعه. امال انت برج الساعه كام؟ انت برجك ايه؟ انا خليني اسالك. انا برج الثور والبرج الطالع بتاعي.